مش هيشتغل معاك اي حاجه خالص. اول ما تفتح الملف نفسه هتروح على فايل ثم اوبشن ثم اليوزر نيم، تكتب الاسم اللي انت عايزه، يعني حاجه تحفظ لك حقوق طبع ونشر بالنسبه ليك. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها سيف، عرفنا ان انا من هنا بحدد مده الحفظ التلقائي سيف اوتو ريكفر، تمام. وعرفنا من هنا اوتو ريكفر فايل لوكيشن اللي هو موقع الحفظ التلقائي، يعني انا مثلا عملت حفظ تلقائي كل 10 دقائق، الحفظ التلقائي ده كل 10 دقائق يتحفظ لي فين؟ هنا في الاوتو ريكفر فايل لوكيشن. ادي الموقع معمول، عايز احدده في مكان تاني وادوس على براوز اللي هو استعراض، بختار مكان الحفظ الافتراضي اللي انا عايزه. بعد كده في حاجه اسمها ديفولت لوكال فايل لوكيشن. ايه اللي هو الديفولت فايل لوكيشن؟ اللي هو موقع حفظ الملف الاصلي، يعني انا اشتغلت على ملف، تمام، الموقع نفسه اللي احفظ عليه الملف اللي انا شغال عليه هيكون فين؟ برضه اهو انا هحدد من براوز اللي انا عايز احفظ فيه. فالفرق ما بين الاوتو ريكفر فايل لوكيشن والديفولت فايل لوكيشن ان ده بيحفظ لي موقع الحفظ الافتراضي اللي انا محدد ليه مده، اما هنا موقع حفظ الملف الاصلي نفسه بتاعي. بعد كده دخلنا لحاجه اسمها لانجوج اللي هو اللغه، البرنامج الثلاثه اللي فوق اللي هو الانسيرت والهوم والديزاين واللي اوت والريفرنس. الناس معايا؟ صوت واصل للناس؟ صوت يواصل للناس؟ تمام. نكمل. التبات اللي عندي اللي فوق دي، تمام، بدل ما هي معموله بالانجليزي عايز اخليها بالعربي، تمام. فانا بحدد هنا اللغه الانجليزيه انجلش مثلا، باجي تحت بحدد انجلش برضو، بس اول ما احدد فوق انجلش بدوس على حاجه اسمها set as preferred، يعني التعيين كافتراضي، وباجي على تحت بدوس انجليزي set as preferred، يعني تعيين كافتراضي، تمام. هو اصلا معمول لها preferred عشان كده مش متفعله معايا. فانا لازم فوق تكون مثلا اللغه اللي فوق نفس اللغه اللي تحت عشان يغير التبات، لغه التبات اللي فوق لازم الاثنين يبقوا نفس اللغه، يعني انجليزي وانجليزي، عربي وعربي. فانا هنا ليه مش محطوط عندي عربي؟ لان الجهاز نفسه مش متعرف عليه اللغه العربيه، الجهاز نفسه مش متعرف عليه اللغه العربيه. اللي رفع ايده اتفضل اسال، اللي رفع ايده اتفضل اسال. لو سمحت، هو ايه الفرق بين اللي فوق واللي تحت؟ اللانجوج اللي فوق واللانجوج اللي تحت؟ حلو. الفرق من لو نلاحظ فوق خالص في حاجه اسمها اوفيس ديسبلاي لانجوج، اللغه الاساسيه الخاصه بالبرنامج، دي اللغه الاساسيه، تمام، اللي انا اصلا المفروض افتح البرنامج الاقي اللغه الاساسيه مثلا انجليزي او عربي. تحت اللي هو اللغه، يعني زي الحاجه اللي هي المشاركه، يعني زي اللغه المساعده، لازم يكون في لغه مساعده، تمام. فاللغه المساعده دي لازم تكون نفس اللغه الاساسيه اللي فوق بتاعه البرنامج. حلو كده. فاللي فوق دي اللي هي اللغه الاساسيه، واللي تحت اللغه المساعده ليها، الاثنين لازم يكونوا نفس اللغه علشان يغير لي التبات اللي فوق. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها ادفانسد، عرفنا منها ايه بقى؟ عرفنا منها ازاي اغير الارقام من بنزل لتحت. في حاجة اسمها النمرال، الأرقام، بدوس على السهم الصغير كذا حاجة، عربي هندي كونتكست، عربي اللي هو يكتب لي الأرقام 1 2 اللي هي 1 2 3 4 5 وهكذا، أما هندي اللي هو باللغة العربية 1 2 3 4 5 وهكذا. كونتكست أنا لو عايز مثلا، أنا دلوقتي مثلا بكتب
ادي كونتكست، دوست اوكي. الملف نفسه بكتبه باللغة العربية، بكتب مثلا كلام بالعربي، وعايز اكتب الارقام. ادي واحد، والارقام نفسها تظهر لي بالعربي. عايز اكتب باللغة الانجليزية، ولما اجي اكتب الارقام هتلاقي الارقام تلقائي ظهرت لي بالكونتكست. لا، بيخلي الارقام نفسها على حسب لغه الكتابه اللي عندي، على حسب لغه الكتابه اللي عندي. بعد كده في حاجه اسمها كويك اكسس بار، شريط الوصول السريع، اللي هو الشريط اللي من فوق ده، الشريط اللي من فوق ده. بحدد على الحاجه اللي عايز اعمل لها كويك اكسس بار. اول نلغي مثلا كت، نلغي الماوس، ماشي. فبحدد على الحاجة اللي عايز أحطها في شريط الوصول السريع اللي من فوق، وأدوس عليها آد، فهتضاف لي هنا. عايز أعمل لها إزالة وأدوس ريموف، فتشال التاني، هضيف كوبي وهضيف كت مثلا، بعد كده بدوس أوكي، فظهر لي عندي فوق. أو من هنا مثلا السامسونج اللي متعلم عليه صح، معناه إن هو موجود فوق. عايز ألغيه وأدوس على remove from quick access bar، بشيل علامة الصح، فكده اتشال من هنا. ده كده سريعا اللي خدناه المرة اللي فاتت، تمام؟ وعرفنا الفرق ما بين حاجة اسمها الـ IC3 والـ ICDL والـ MOS، وعرفنا الفرق ما بين الفايل والفولدر، أو ممكن أكون ما قلتهوش. سريعا كده، هو الكود بتاعي يعني بيكون كاتب لك ايه بالظبط، عن طريق اللي هو اوبشن، بختار سيف. عندي حاجه اسمها سيف اوتو ريكفر، اللي هو انفورميشن ايفري، يعني عايز مده الحفظ التلقائي بحددها من هنا. مده الحفظ التلقائي يعني انت عايز مثلا، انا طول ما انا شغال بكتب عايز كل 10 دقائق يحفظ لي الملف حفظ تلقائي، او مثلا زود 11 12 ايا كان عدد الدقائق اللي انت عايزها، كل دقيقه مثلا. بعد كده في حاجه اسمها الاوتو ريكفر فايل لوكيشن والديفولت فايل لوكيشن. هنا الاوتو ريكفر فايل لوكيشن موقع الحفظ الافتراضي اللي انا حددت له مده فوق، موقع الحفظ الافتراضي. انا عايز مثلا لما اجي اعمل حفظ تلقائي كل 5 دقائق مثلا احفظه لي فين؟ فبدوس على اللي هو الاوتو ريكفر فايل لوكيشن، بدوس دراويس، بختار المكان اللي انا عايز احفظ فيه. اما الديفولت لوكال فايل لوكيشن موقع الحفظ، حفظ الملف الاصلي. الملف الاصلي عايز احفظه، بحفظه فين؟ فبحدد من الديفولت فايل لوكيشن، بدوس على براوز، بختار موقع الحفظ الملف اللي عندي. طب الصوت كده تمام؟ الصوت كده تمام؟ الصوت تمام؟ الصوت تمام يا باشمهندس. تمام. طيب هو كده كل اللي خدناه المرة اللي فاتت. في حد عنده أي استفسار بخصوص المحاضرة اللي فاتت؟ في حد عنده استفسار بخصوص المحاضرة اللي فاتت؟ الناس تفتح ملف وورد معايا، هناخد قائمة هوم. تمام. أنا عايز دلوقتي أجيب قطعة تلقائية داخل الملف،
تمام، ملف الوورد واشتغل عليها، بدوس على حاجه اسمها ايكوال راند يساوي راند، افتح القوس واقفل القوس، بدوس انتر، ظهرت لي استاذ سلامه اتفضل. تمام، هذا رجعنا بندوس ايكوال اللي هو يساوي. لو سمحت لو اتفضل سمحت، وبس اتفضل. حتة إن إحنا بنضيف قوائم تاني معلش عشان تمام حاضر. قوائم بس تمام، بدوس بالتالي ايكوال، أساسي. بعد كده بكتب كلمة اسمها راند، ايكوال ران ار اي ام دي، بعد كده افتح القوس من شيفت 9، افتح القوس من شيفت 9 واقفل القوس من شيفت 0. ده اللي بعمله. تمام، بعد كده الناس كلها شافتها. بعد كده بدوس انتر، تمام، انا هصغر ده، بعد كده بدوس انتر فظهر لي كلام. القطعة التلقائية بتكون محفوظة أصلا داخل الملف نفسه، ملف الوورد، ملف نفسه بيكون داخله قطع كتيرة، الملف نفسه والإصدارات بتاعة الملف لما بيجوا بيشتغلوا على الملف إن هو مثلا يعملوا نسخة جديدة أو الكلام ده، القطعة دي بتكون داخلة جاهزة على ملف الوورد نفسه، بتكون موجودة داخل الملف مش أنت اللي بتحفظها، تمام؟ فهي قطعة جاهزة داخل البرنامج، تمام؟ فأنا بالظبط كده كده يعني قطعة عشوائية، مثلا لو حد بيشرح بنطبق عليها الأوامر اللي عندنا، تمام؟ فدي اسمها قطعة، كده اسمها قطعة، دي اسمها قطعة ثالثة اهي، كده قطعة رابعة، كده قطعة خمسة، دول 5 قطع عندي لحد هنا. مثلا كده جملة، شايفين علامة الستوب دي، كده جملة، دي جملة تانية، بعد كده هنا جملة تالتة، وهكذا. حلو كده، أنا حذفت ده، قلت يساوي رانت، أفتح القوس 4 مثلا، أيها الأول.
نكمل. تمام، فانا دوست هنا 4، عملت نفس القوس بس بدل ما خليته فاضي خليت فيه رقم 4 ورقم 6 ايا كان الرقم اللي انا عايزه. اول رقم ده عندي، ده عدد القطع اللي عندي. اول رقم ده عدد القطع الموجوده عندي. الستة دي الرقم الثاني، ده عدد الجمل الموجوده عندي. والأربعة عدد القطع، والستة عدد الجمل اللي عندي. دوست انتر. لا، هو في استخدام البرنامج انا مش بستعمله خالص، ما لهوش فايده. هو الفكره نفسها، عشان الشباب اللي عنده مشكله يفتح المايك ويقولها يعني، او يبعت لنا رساله. هو بالنسبه للصوت السوشره يكون هند. تتكلم ايه فايدة ايكوال رند قوسين؟ شباب هي ملهاش فايدة، أنا بس يعني أنا بعملها علشان خاطر أشرح عليها، عشان خاطر أشرح عليها الحاجات اللي بعد كده، أنا بعملها عشان أشرح عليها، لكن هي ملهاش فايدة. بس لو لاحظنا، تمام ناس، لو تلاحظ ان هو شارح فيها القطعه الجاهزه دي، شارح فيها برنامج الوورد نفسه. يعني بص شارح لكم، يعني انا لو عايز اعمل دوكمنت مثلا بعمله ازاي، ان هو في حاجه اسمها هيدر وفوتر وكفر بيج والبوك والسمزات اللي عندي والستايل القراءه والكلام ده، فهو بيكون جايب لي قطعه يعني مهمه للبرنامج نفسه. لو في حاجه يعني مثلا قائمه انسيرت فيها حاجه السطر والبيج نمبر، فكل ما ازود قطع اكتر كل ما تلاقيه شارح لي حاجات اكتر، مش فايده اكتر للناس. انا عملتها عشان خاطر بس اشرح عليها مش اكتر من كده، مجرد ان انا هشرح عليها. شكرا. اول حاجه قائمه منقسم لكذا حاجه، اللي حابب يسال. حد عنده سؤال؟ كمل. تمام، قائمة هوم عندي تنقسم لكذا تابع، زي ما قلنا ده اسمه شريط القوائم، واللي تحت ده شريط الأدوات. هناخد قائمة هوم، هناخد منها، هناخد كل التابات اللي من تحت. عندنا حاجة اسمها كليب بورد وفونت باراجراف وستايلز والايديتنج. كليب بورد دي حاجات هي يعني مش بستعملها كتير، اللي هي الكوبي والكت والبيست والفونت بينتر. الكوبي اللي هو لو عايز اعمل نسخ الخسارة بتاعتها كنترول سي، الكت لو عايز اعمل قص الخسارة بتاعتها كنترول اكس، البيست لو عايز اعمل لصق للحاجة الخسارة بتاعتها كنترول في. اما بالنسبه للفورمات بنتر هقول لكم احنا بنستعملها في ايه. معناها بالعربي نسخ التنسيق،
نسخ التنسيق. يا شباب بالنسبة للراند لازم تعمل كلمة يساوي، لازم تكتب يساوي، لو كتبتها من غير يساوي مش هتشتغل معاك. لازم يساوي راند وأربعة مثلا وستة، لازم تعمل يساوي. جربها كده عندك، اعمل يساوي راند أربعة وستة شوف هتشتغل ولا لا معاك. أنا عندي القطعة دي، تمام أنا حددت القطعة دي، عملت لها مثلا غيرت لها لون، ومثلا عملت خليتها مايلة، بس لازم أكون محدد مايلة. حطيت خط تحت الكلام، حطيت جيت من هنا مثلا غيرت الشكل نفسه حلو. فكده انا لعبت في التنسيقات بتاعتي، فانا عايز انسخ التنسيق ده زي ما هو على القطعه الثانيه من غير ما ارجع اعمل كل الاوامر اللي عملتها تاني. فبحدد القطعه المعمول عليها تنسيق وادوس على حاجه اسمها فورمات بنتر اللي هو نسخ التنسيق، الاختصار بتاعتها كنترول شيفت سي او كنترول شيفت في، نسخ التنسيق. بعد كده لو شايفين هنا ظهر لي اللي هو علامة الفرشة، في فرشة صغيرة باينة من تحت، الفرشة اهي فرشة الناس شايفاها علامة الفرشة. فباجي اعمل تحديد للقطعة التانية، فكده نسخ كل التنسيق اللي عندي فوق. باجي احدد مثلا القطعة دي، اعمل فورمات بنتر، وانا فاهمك، بس برضو احنا مش عايزين نروح كده غير مثلا الحاجه اللي بتطبقها. يعني انا مثلا ممكن ناس ما تكونش عارفه فورمات بنتر عملت ازاي، فانا مش عايز الناس مش فاهمه الجريم تنسى، الناس ممكن تنسى تمام. فاحنا خلال ما احنا بنعمل تطبيق للمحاضره، خلال المحاضره نفسها بعد ما نخلص اذا كان في حاجه واقفه مع الناس تمام. بعد ما نخلص لو في حاجه واقفه مع الناس، بعد ما نخلص الاسئله في الاخر ونجاوب عليها، بس احنا مش عايزين ندخل على حاجه جديده غير لما يكون القديم مفهوم من كل الناس تمام. معانا كده هتلاقوا بعد كده اغلب اللي عندي او الشغل اللي عندي مرتبط باللي فات، انا مش عايز ادخل على حاجه جديده واللي فات مش مفهوم تمام. نكمل، قلنا مثلا انا حددت القطعه اللي عندي دي، عايز اعمل نسخ التنسيق ده بكل حاجه انا عملتها فيه فورمات بنتر ظهر اهو، واسيب كده الموقع، فكده راح عمل لي نسخ للتنسيق اللي عندي. ده بالنسبه لكليب بورد. في حاجة مش مفهومة في كليب بورد، تمام. هندخل بعد كده على حاجة الفونت اللي هو الخط، شكل الخط، شكل او نوع الخط اللي عندي. فبحدد القطعه اللي انا عايزها، هنا في المربع اللي فوق خالص ظهر لي اللي هو شكل
الخط اشكال كثيره للخطوط اهي. ابجد هاوس، ابجد هاوس، ابجد هاوس اهو. يعني مثلا في النص مكبر عشان الناس تشوف اهو، شايفين ابجد هاوس اهو اهو. لكن لو جيت على الكلام اللي هو بالانجليزي ده هتلاقيه مش بيغير، يعني اهو شايفين واخدين بالكم ما بغيرش. لكن ابجد هاوس اهو بيغير، اهو غير لي شكل الخط. هنزل لتحت اهو ابجد هاوس اهو. يبقى ابجد هاوس اللي هو خاص بالخطوط العربيه، اما الخطوط الانجليزيه اللغه الانجليزيه من هنا كل حاجه ما عدا الابجد هاوس اهو. واخدين بالكم اهو بتغير، بيتغير اهو. حد يسال؟ نور الدين. هل بس ان انا لازم ان انا اكتفي بشويه الفونتس يعني الخط اللي عندي يعني يعني هل اقدر مثلا احمل زياده مثلا؟ هل اقدر مثلا احمل خطوط زياده ولا لازم ان انا لازم ما يبقاش بس عندي غير اقدر احمل خطوط زياده؟ طب اقدر احمل خطوط زياده على في مثلا موقف بدخل على جوجل تمام، اكتب مثلا تحميل خطوط. شكرا. فظهر لي كذا حاجه، تحميل خطوط فقط، تحمل الخط خطوط زياده على الخطوط اللي عندي. بس على ما اعتقد ان الخطوط اللي عندي دي كافيه، الخطوط اللي عندي بتكون كافيه. بعد كده في حاجه اسمها الفونت سايز، الفونت سايز اختصارها كنترول شيفت بي اللي هو تشينج ذا سايز اوف يور تكست، بيغير حجم النص او اللي عندك اهو. هذا 16 25 28 الحجم بيتغير من الرقم ده. فرضا انا محتاج رقم بس الرقم ده مش موجود عندي، بضغط ضغطتين على الرقم نفسه وبكتب مثلا عايزه 13 ونص، بكتب الرقم يدوي ودوس انتر اهو عمل لي 13 ونص تمام. عايز برضو نفس الكلام اكبر واصغر، هو بالنسبة للمراسلات الرسمية بالنسبة للإنجليزي دايما بنستعمل الخط تايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون ده باللغة الإنجليزية. أما بالعربي اللي هو لغة البرنامج نفسه، يعني أنا لغة الكتابة بتاعت البرنامج نفسه ما غيرتهاش. فتح المايك اللي فاتح المايك تمام. بالنسبة للحجم المناسب بيكون من 12 لحد 16، الحجم المناسب من 12 ل 16 أفضل خط بالنسبة للعربي تمام. زي ما احنا قلنا بالنسبة لو حد بيكتب حاجة بالإنجليزي
المناسب اللي هو تايم نيو ريمون، اما بالعربي اللي هو نوع الخط الاساسي بتاع البرنامج نفسه. بالنسبه للحجم، الحجم بيكون من 12 ل 16، يعني معناها الكلام اللي من تحت ديه بيكون مثلا يا 12 يا 14، اما العناوين نفسها بتكون يا 16 يا 18، يا 16 يا 18. احنا جينا هنا مثلا ده نوع خط مناسب برضو اسمه اخبار ام تي، تمام، ام اهو اخبار ام تي، يا اما ده برضو اللي هو حاجه اسمه كاليبري، كاليبري لايت، ده مناسب برضو. اما الحاجات اللي فيها تشكيلات والحاجات دي نبعد عنها، يعني في المراسلات الرسميه ده مناسب برضو، دبي ميديم ده مناسب لحد ما، دبي لايت وده نفس القصه، دبي الخطوط الخاصه بدبي، تمام. زي ما قلنا نوع الخط المناسب للمراسلات، قلنا احنا العربي ايه بالظبط، وقلنا بالنسبه للانجليزي اللي هو التايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون، تمام. في ناس بتستعمل اللي هو الخط الثاني ده اريال او الكافيلري، بس الانسب هو ده اكتر ثلاث خطوط بنستعملها في الانجليزي، بس الانسب اللي هو التايم نيو ريمون، تايم نيو ريمون. وزي ما قلنا هنا الفونت سايز حجم الخط، بغير من هنا الحجم زي ما انا عايز، يا اما اكتبه كتابه يدوي بايدي طريق بضغط ضغطتين عليه وبكتب. بعد كده ملاحظين ان في علامه الايه هنا، وفوقيها السهم طالع لفوق وجنبها ايه والسهم لتحت، انكريز فونت سايز، ديكريز فونت سايز. يعني ايه انكريز؟ يعني بكبر حجم الخط زي ما انا عايز، اهو اهو بكبر من الايه دي، الايه اللي جنبها بعمل تصغير لحجم الخط اهو، تمام كده. بعد كده في حاجه اسمها تشينج كيس، تغيير الحاله، اللي هو ايه كابتر جنبها ايه سمول. ف بص على السهم الصغير من الجنب، ظهر لي السنتز كيس، السنتنس كيس اللي هو الحاله العاديه، اللوير كيس، اللوير كيس معناها ان يخلي لي كل ده بس خاص باللغه الانجليزيه فقط مش بالعربي، خاص بالكلام اللي هو بالانجليزي. اللوير كيس معناها ان يخلي لي كل الكلام سمول، كل الحروف سمول. بعد كده الابر كيس بيخلي لي كل الحروف كابيتال، كل الحروف كابيتال. بعد كده في حاجه اسمها كابيتلايز ايتش وورد، معناها ان اول حرف من كل كلمه بيخلوه لي كابيتال، او اول حرف من كل كلمه كابيتال، اول حرف من كل كلمه كابيتال. واخدين بالكم؟ نرجع تاني، اختار اخر حاجه اسمها توجل كيس، معناها ان اول حرف من كل كلمه سمول والباقي كله كابيتال اهو. واخدين بالكم؟
بعتذر الصوت راح، بعتذر للناس. تمام نكمل. ملاحظين ان انا لما جيت عملت كله بدايته كله سمول بقى كله كابيتال، ده مش صحيح. فظهر لي خطوط حمراء من تحت، الخطوط الحمراء دي معناها ان الكلمه غلط، فبضغط على الكلمه نفسها كليك يمين، بدوس على حاجه اسمها بيديني اختيارات هنا الكلمه الصحيحه فين اهو اهي، جيت هنا كليك يمين فبيديني اختيارات، انت قصدك تكتب مثلا الكلمه دي هنا، بيديني خيارات انا انت قصدك تكتب الكلمه دي، يا اما لو انا عايزها كده بدوس على حاجه اسمها اد تو ديكشنري، اضافه الى القاموس. يعني ايه اضافه الى القاموس؟ يعني بيضيفها لي لبرنامج الوورد، يعني بحيث ان انا لو كتبتها كده تاني بنفس الشكل البرنامج يتعرف عليها وما يعمليش عليها او تحتها خط احمر. لكن لو عايز اعمل تجاهل اللي انا بعمله ده بدوس اجنور تجاهل، فبيتجاهل لي الخط الاحمر اللي انا عامله. بعد كده يعني فرضا مثلا انا رحت عملت اشكال وغيرت عملت الحجم عملت اللون، عايز امسح كل التنسيقات اللي انا عملتها، بمسحها من الايريزر اللي هو الكلير اول فورماتنج، يعني ازاله كل التنسيقات. دوست عليها قادر رجع لي اللي انا عملته ده للحجم الاصلي بتاعه. ايه هو الحجم الاصلي؟ اللي هو انا مثلا من ساعه ما كتبت بقيت اكتب كتابه رجع لي الحجم الاساسي بتاعه بدون اي تنسيقات انا اعملها عليه من الاريزر اللي هو الكلير اول فورماتنج. بعد كده ناس حاسه ان الخط مناسب بس انا عايز اعمل تضخيم للخط، ادوس على حبيبي شايفين الخط ظهر اكتر، فانا كده عملت له تضخيم، عملت للخط اللي عندي تضخيم. عايز اعمل له اماله من حرف الاي المايله كنترول اي، الناس تلاحظ ان الخط حصل له اماله اهو، الخط حصل له اماله. عايز احط خط تحت الكلمه من اليو اللي هو الاندرلاين، الخط ده مش عاجبني، عايز مثلا اعمل نوع خط شكل خط تاني، دوس على السهم الصغير اللي من جنب بختار اللي انا الخط اللي انا عايزه، وكمان تحت اندرلاين كلر اللي هو لون الخط، انا اخترت الخط وعايز لونه مثلا احمر اهو، الخط لونه احمر. بعد كده في حاجه اسمها اي بي سي، اي بي سي و في النص في خط، معناها ان الكلمات كلها حط لي خط في نص الكلمه، حط لي خط في نص الكلمه. بعد كده في حاجه اسمها الايه، الايه اللي هو التكست افكت، تاثيرات النص اللي عندي. ادي النص مثلا عايز اخليه ادي اللون ده، لا والله اللون مش عاجبني عايز اخليه اللون ده، ارجعه تاني اخليه اللون ده. بعد كده الاوت لاين، ايه هو الاوت لاين؟ الاوت لاين انتوا شايفين بيظهر لي اللي هو ايه الشكل، في الوان تاني ظهرت عندي اهو، الوان تاني كلها الوان. النو اوت لاين معناه ان انا عايز اشيل اللون خالص مش عايز لون. بعد كده في حاجه اسمها المور اوت لاين كلر لو عايز الوان اكتر، قلنا من هنا اهو اختار اللون انا عايزه، من الكاستم بختار اللون انا عايزه
وقفت على الكاستمر حدثت اوكي، هذا غير لي اللون اوت لاين المور. لا جيت انا مش انا عايز والله في لون هنا عاجبني اختار اللون ده، دوست اوكي ادي غير اللون اللي عندي. ده بالنسبه للاوت لاين. والحجم اهو ده حجم اوت لاين، واخدين بالكم حجم اوت لاين ازاي اهو. بعد كده في حاجه اسمها شادو اللي هو التظليل، معناها يعمل لي ظل تحت الكلمات. ادي لو انا قعدت اغير اهو واخدين بالكم من الظل اللي من تحت ده اهو، يعمل لي ظل اهو واخدين بالكم، بيعمل لي تظليل تحت الكلمات. بعد كده الريفليكشن، ريفليكشن اللي هو المراية، شايفين بيعكس الكلام اللي عندي كأنه معمول مراية ليه. بعد كده الجلو، واخدين بالكم الجلو بيعمل ايه؟ هو عايز اعمل تظليل خفيف حوالين الكلام، الكلام اللي عندي اهو من جلو، انا عملت تظليل خفيف. مفيش حاجة مهمة تاني، دي خاصة بالأرقام. يعني مثلا عندي 1 2 حددت نمبر ستايلز هو شكل ارقام، واخد بالك من شكل الرقم اتغير ازاي اهو. ايه مش مهم عندنا ولا سيكس، دي اللي هو التكست افكت اللي هو تأثيرات النصوص. بعد كده أنا مثلا الكلام ده كله أنا مش عايز الشكل ده خالص، عايز أعمل زي إضاءة زي كده أهو حوالين الكلمات كلها، واخدين بالكم أهو أهو هذه ألوان اللي هو التكست هايلايت اللي هي ايه تسليط الضوء على النص اللي عندي اهو، واغير زي ما انا عايز اللون اللي انا عايزه. بعد كده في حاجه اسمها الفونت كلر اللي هو لون الخط، لون الخط اهو من هنا اللون نفسه بتاع الخط اللي من جوه، عايز الغي ادوس نو كلر اللون نفسه اهو. عايزه والله ادي لون الخط تمام. قلنا برضه لو عايزين مور كلر من هنا كاستم او ستاندرد، عايز حاجه اسمها تدريج اللون نفسه بيكون معمول له تدريج اللي هو جريدينت، واخدين بالكم من التدريجات اللونيه اهو. انا مثلا حددت اللون ده واخترت لون ازرق، باجي على حاجه اسمها جريديانت تدريج وبختار التدريج اللي انا شايفه مناسب. حد هنا تمام؟ حد هنا تمام؟ حد هنا تمام؟ ناس عندها اي سؤال هنا؟ حد هنا؟
أكمل. تمام، الناس تكتب معايا مثلا معادلة زي الـ x2 زائد الـ y2 أيا كان، مثلا هنساوي 10. أدي معادلة زي كده، كبرها خليها مثلا اللون بتاعها أسود، هي هل شكل المعادلة كده صح ولا غلط؟ شكلها غلط طبعا، فانا عايز رقم الاثنين ده اخليه من فوق اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع هتساوي 10. شايفين فوق خالص في حاجه اسمها السب سكريبت وحاجه اسمها السوبر سكريبت. السب سكريبت اللي هو يخليه الاثنين من تحت، والسوبر سكريبت يخليه الاثنين من فوق. الناس تجرب اهو، تيجي تحدد الرقم نفسه ودوس على اللي هو اكس اللي هو السوبر سكريبت من فوق، كده اتعملت المعادلة. الناس تحدد على الرقم بس، ما تحددش على المعادلة كلها. جينا عملنا حاجة تانية زي معادلة اللي هي المية، مثلا H2O زائد NH4 ايا يعني كان هتساوي ايه، فعايز اخلي الرقم ده من تحت زي ما هو، وادوس على السبسكريبت بيجي من تحت نفس الرقم. فده السوبر سكريبت اللي هو الأس من فوق، والسب سكريبت الأس من تحت. في حاجة مش مفهومة في قائمة كليب بورد أو فونت، حتى هنا تمام مفهومة. نكمل. ممكن تعيد؟ في حد بيسأل؟ ممكن تعيد لو سمحت؟ تمام حاضر. فاضل قد ايه؟ هي الناس تعبت؟ الناس تعبت؟ يعني ساعة إلا كده، يعني 7:30 أو 8 إلا، مش كتير يعني. بس اللي بيقول عيد، يعني حاطط انت عايز تعيد ايه؟ طيب الناس معلش ممكن تستنى معايا لحد 7:30، لحد 7:30 وبعد كده هنفنش، لحد 7:30، لحد 7:30. طيب يا شباب اللي مش هيقدر يكمل ممكن يطلع ويكمل باقي المحاضرة، يسمعها لما تنزل. تمام، بس لأن في حاجات برضو ما ينفعش نعتبر النهاردة ما شرحناش حاجات كتيرة. تمام، فاحنا على الأقل نكون خلصنا الفايل الأولاني. احنا لحد الآن ماشيين برتم بطيء عشان الناس يعني تحاول تفهم برضو. بالنسبة للمواعيد هنشوفها، المواعيد هنشوفها. تمام، اغلب الناس بالنسبه للدراسه الدراسه وقفت، فهتكون في مواعيد كثيره مناسبه مع الناس، هنحاول نزود عدد الايام. تمام، فبالنسبه للحضور لا، الناس لازم تكون حاضره المحاضره عشان يتعمل لها حضور، على الاقل مثلا يعني 60% حضور او 80% مش فاكر، بس على الاقل تكمل نسبة الحضور بتاعك فوق طيب الناس اللي من بره الدراسة شغالة عندهم عادي ولا وقفت؟
تمام. هي فعلا الدراسه وقفت بس دلوقتي بيجي كل اونلاين. تمام. هنفضل برضو زي ما احنا كل يوم خميس، ايوه كل يوم سبت من الساعه 5. لو مناسب مع الناس برضو تمام. احنا هنناقش موضوع المواعيد ده، هنناقشه في الاخر عشان برضو ما نضيعش من وقت المحاضره. ناس تركز معايا، ناس تركز معايا. شباب اي حاجه حابب يستفسر عن الاسم او الحضور او الكلام ده ان شاء الله بعد السيشن، بعد السيشن. تمام. يا سريعا تاني، ممكن تعيد يا مستر؟ في جزء معين اعيده ولا قائمة فونتو كلها؟ جزء معين. اللي هو ايه الجزء المعين؟ اللي هو اكس 2 زائد واي 2 يساوي 10. ازاي اخلي الاثنين صغيره جنب الاكس؟ تمام. انا كتبت المعادله عندي. تمام. بعد ما كتبت المعادله في حاجه عندي فوق خالص، اكس تحتيها 2 واكس فوقيها 2 اللي هو السب سكريبت والسوبر سكريبت. فبروح احدد على الرقم اللي عندي وادوس على الاكس اللي تحتيها 2 اهو، او الاكس فوقيها 2. باجي هنا برضو احدد على الرقم وادوس على الاكس اللي فوقيها 2 اللي هو سوبر سكريبت، فالاثنين بقت من فوق. حاجه مثلا زي الميه، عايز اخلي الاثنين من تحت، فهو بختار اللي هو السبسكريبت، بحدد الرقم نفسه وادوس على الاكس تحتيها 2. فهمت؟ ايوه. بعد كده قائمه باراجراف، من اسمها باراجراف اللي هي خاصه بالقطعه، خاصه بكل التنسيقات القطع اللي عندي. اول حاجه خالص عندنا حاجه اسمها البلت، البلت اللي هي فاصله. واخدين بالكم؟ يعني مثلا انا جاب لك الكلام نفسه، انا جيت كتبت مثلا محمد محمود عبد الله ايا كان الاسماء اللي كتبتها، ورحت جيت حددت الاسماء دي، عايز اعمل لها بلد، بختار الشكل اللي انا عايزه اهو، الناس واخده بالها؟ وهنعرف ليه جايه ناحيه الشمال اهي. اهي اهي اهي. بعد كده في حاجه اسمها النمبرنج اللي هو الارقام، لو عايز اخليها ارقام الف ب ت، او 1 2 3، ادي 1 2 3 اهو. بعد كده في حاجه اسمها المالتي ليفل، دي بعملها على حاجه اسمها الهيدنج، دي لو عندي مثلا واخدين بالكم من الاشكال اهي في الهيدنج، لما نيجي نعمل فهرس هنعرف ازاي نعملها، هنستعملها في الفهرس. انا مثلا عندي الكلام ده في النص، دي اللي هو المحاذاه، الاين ليفت، الاين رايت، الاين اللي هو في السنتر. انا عايز الكلام ده مثلا اخليه، احدده كده، عايز اخليه ناحيه اليسار اهو، خليه ناحيه اليمين من الاين رايت، خليه في النص من السنتر.
بعد كده انا كتبت كلام عندي اهو، كلام زي ده. لو واخدين بالكم اللي هو الطرف اللي هو ناحيه اليسار الطرف مساوي لبعض، اما الطرف ناحيه اليمين مش مساوي، الطرف اللي هي الطرف النهائي مش متساوي. فعايز اسويه بسويه ازاي؟ بنجي من حاجه هنا اسمها justify. فدوس على justify فعمل لي تساوي ما بين الحدود الابتدائيه والنهائيه. واخدين بالكم اهو، حدد القطعه اعمل justify، حددها تاني justify low. اما لما يقول لك بعد كده justify low، شايفين المسافات اللي ما بين كل كلمه والثانيه؟ المسافات اهي، المسافات دي، المسافات ما بين كل كلمه والثانيه اسمها justify low. عايز اكبر المسافات دي شويه من justify medium اهو، متوسط شويه، دي المسافات كبرت شويه اهو، حددها تاني justify high، كبرت خالص اللي هو قلنا justify. حلو، ما بين كل سطر والتاني عايز اعمل مسافات، بحدد من حاجه هنا اسمها اللاين اند باراجراف سبيسنج، بحدد المسافات والمسافات المناسبه بتكون 1.5 او بالكتير يعني مثلا 2 ده لو زادت. حدد المسافات اللي انا عايزها اهي، اهي واخدين بالكم، انا هختار 1.5. من هنا بعد كده لو عايز مثلا هنا اضيف في حاجه اسمها اللاين سبيسنج اوبشن، اعدادات اللاين سبيسنج اهو دخلنا عليها. في حاجه هنا اسمها اندنتيشن اللي هو البدايه، جايب لك هنا بيفور تكست افتر تكست، معناه ان انت عايز تخلي مثلا قبل النص اللي عندك مثلا مسافه، واخدين بالكم في البريفيو اللي تحت اهو شايفين انا خليت مسافه اهو هنا، قلنا من هنا لاين ارجعها تاني زي ما هي عادي، عايز اخليها بعد اهي، واخدين بالكم اهو بقت بعد في مسافات. بالنسبه للسبيسنج المسافات، عايز مثلا قبل النص، قبل النص بس من فوق، قبل النص من فوق ما بين كل نص والتاني، يعني مثلا ده اهو في نصين، ادي النص ده عايز مثلا، ادي النص التاني ده عايز اخلي فيه مسافه ما بينه وبين النص اللي فوق، اهو واخدين بالكم ادي فيه مسافه. من لاين سبيسنج اوبشن عايز اخلي مسافه افتر تكست بعد اللي هو افتر هنا بعد النص اهو، يبقى في مسافات بعد النص ده، يعني يا اما بيكون بعد النص اللي انا حددته ده عايز اخلي فيه مسافه ما بينه وبين القطعه اللي بعدها، يا اما مثلا اجي على النص ده واخلي فيه مسافه ما بينه وبين النص اللي قبله من اللاين سبيسنج اوبشن. دي برضو اللي هي برضو اللي هو السبيسنج، يعني الاوامر هنا مش متفعله، بس هي في حاجه اسمها ديكريز اندنت وانكريز اندنت. من هنا ندوس لاين سبيسنج، بختار اللي هو الاندنت اللي هو ده فوق بيفور تكست وافتر تكست، ده اللي يقصد بيه هنا ديكريز، والمسافه اللي تكون قبل النص.
المحاضرات بتكون مسجلة. الناس واخده بالها انا لما كنت مثلا ادي نص عندي حلو كده، فالنص نفسه كنت بحط له مثلا الوان من هنا اهو، واخدين بالكم، بعمل له من الاي بي دي اسمه كولر، جيت حددت تاني عندي، جيت من هنا اللون اللي هو من اللي هو الشادو، تظليل تظليل على النص كله اهو اهو، اعمل لي تظليل على النص كله، مش على الكلام بس اللي محدده، على النص كله. مول كرر زي ما اتفقنا، زي ما عرفنا المول كرر ازاي، وغير اللون اللي انا عايزه اهو اهو. فوق خالص في حاجه هنا اسمها الليفت تو رايت والرايت تو ليفت، انا لو مثلا بكتب بالانجليزي بخليه اللي هو الليفت تو رايت تكست دايركشن، اللي هو اتجاه النص نفسه بيكون ازاي من اليسار لليمين. كتبت حاجه مثلا باللغه العربيه دبلومه مايكروسوفت اوفيس، اخليها من الرايت تو ليفت، من اليمين اليسار اهو، ده اتجاه النص اللي عندي، اتجاه النص، اتجاه النص. ال A to Z اللي هو الترتيب، لو انا مثلا عندي كتبت واحد مثلا محمد، اثنين احمد، ثلاثة منى، انا الكلام ده عايز اعمل له ترتيب من اللي هو الـ AZ، يا اما تنازلي يا اما تصاعدي. هنا ترتيب تصاعدي او ترتيب اللي هو الاحرف من دي حد مثلا يرتب لي ترتيب ابجدي، ترتيب صحيح ابجدي من هنا، اما عايز العكس من اخر حاجه لاول حاجه اهو بيرتبها لي. هو لما بيجي مثلا بيرتب لي بيلاقي فيه حرفين زي بعض بيبص على الحرف الثاني، الحرف الثاني لو زي بعض بيبص على الحرف الثالث، واخدين بالكم؟ ده بالنسبه للترتيب. والملفات الخاصة بمحاضرة اليوم هبعتها لكم إن شاء الله على الجروب بعد السيشن، بس نكمل. هنا في حاجة اسمها البوردر، الحدود. المحاضرة هتتبعت للناس يا اخوانا، هتتبعت ان شاء الله يعني بعد ما تعمل لها مونتاج، المحاضرة هتنزل على قناة اليوتيوب، والبوست المثبت اللي على جروب الفيس عليه كل حاجة. تمام، نكمل. ادي مثلا انا جيت حددت السطر الاخير او حددت القطعة كلها، عايز اعمل حاجة اسمها البوتوم، بس انا هنا محدد ادي حددت، ادي حددت القطعة دي، عايز اعمل خط بس من تحت، افتح السهم ادوس بوتوم اهو ظهر لي الخط من تحت. تمام، عايز اخلي الخط من فوق اهو التوب، عايز من ناحية اليسار اهو، من ناحية اليمين اهو، لو مش عايز اخلي فيه حدود خالص، لو عايز اخليك اول بوردر، يعني ادي النص حطيته داخل صندوق اهو، بعد كده اوتسايد بوردر حدود خارجية. ك
كده في حاجه اسمها انسايد، انسايد هوريزونتال سايد فيرتيكال، ده انا بقعد العب فيها زي ما انا عايز. الدرو لو عايز ارسم انا التيبل مثلا، ادي اهو ادي رسمت تيبل، ودي بعمل بيها الحدود نفسها. هندخل على حاجه تحت اسمها border and shadowing. بالنسبه للترتيب، ادي جيت مثلا ادي عندي دوست على حاجه فوق اسمها الـ A to Z اللي هو السورت ترتيب، ظهرت عندي حاجه اسمها ترتيب اللي هو التنازلي اللي هو اسكندنج وديسكندنج اللي هو تنازلي وتصاعدي، تنازلي وتصاعدي. قلت تنازلي ادي غير لي عمل لي في ترتيب مثلا من A to من ليل من A للزد، من A للزد. عايز اعكس من الزد للA من هنا، من استاذ محمود انا مش فاهم حضرتك تقصد، انا مش فاهم صيغه السؤال نفسه. هذا عندي نص صار بوردر بوكس، تمام بوردر اللي هو الحدود كلها، حجم الخط نفسه عايز اغيره من هنا، انزل لتحت بغير حجم الخط، الكلر اللي هو لون الخط نفسه ادي ازرق مثلا، حجم الخط من هنا من الويتس اهو، الغياب آخر المحاضرة، الغياب آخر المحاضرة. باجي من هنا تاني اللي هو border and shadow، عايز أطبق مثلا اللي أنا عملته دي على الباراجراف اللي هو كل اللي عندي أهو، لو في اختيارات تانية تظهر لي، عايز أعمله مثلا كشادو كتظليل أهو، واخدين بالكم أهو حصل له تظليل، عايز أعمله كشكل 3D. اهو حدده تاني من البوردر اند الشادو، بغير زي ما انا عايز اهو، تمام البيج بوردر والشادو التظليل مثلا عايزه احمر ستايل، بيعمل لي تظليل على الكلام نفسه زي ما احنا قلنا نعملها ازاي من هنا، من الشادونج بختار اللون اللي انا عايزه اهو. في طريقه تانية ان انا بحدد النص، باجي من البوردر اند شادونج بختار الشادنج، حدد من هنا الفل اللي انا عايزه ودرجه الفل الدرجه بتاعته اهو الدرجه، دوست اوكي فهو اتحدد لي هو عايزه. هناخد بعد كده في قائمة insert اللي هو الحدود الخارجية، هنعرف يعني ازاي بنعملها، تمام؟ هنا لما ادوس على ال border and shadow في حاجة اسمها ال page border، ال page border حدود الملف نفسه، الحدود بتاعة الملف مش النص، حدود الملف. ادي بوكس واخدين بالكم اهي، الإطار الخارجي بتاع الملف، الإطار الخارجي، الإطار الخارجي برضه زي ما أنا عايزه. لو عايز اعمل له شادو او 3D اهو، شادو مثلا اهو شكل الشادو، ده كل اللي خاص بيه.
ده من هنا لو عايز اعمل مثلا انا الشادونج اخليه كلر، اخليه ابيض، حلو كده. هنا بقى المربعات الصغيرة دي اللي هي دي التوب، وهنا البوتوم، وهنا الليفت، ودي الرايت، دي بيعمل بيها الحدود برضو. كده احنا خدنا الكليب بورد والفونت والباراجراف. في حاجة حد هنا مش مفهومة؟ في حاجة حد هنا مش مفهومة؟ احنا بس فضل لنا 10 دقايق مش اكتر ولا اقل. بس حد هنا في حاجة مش مفهومة؟ نكمل. يا ريت الناس تكون فاتحة ملف الوورد وشغالة معايا، لان برضه هتطلب تاسك على اللي احنا الحاجات اللي خدناها النهارده. الحوار بدخل على البوردر، بعد كده بختار البوردر اند شادو، بعد كده بختار البيج بوردر اللي هي الحدود الخارجية، وبختار مثلا لو عايز اعمل له بوكس من هنا اهو، ده البوكس اللي هو الحدود العادية. عايز اعمل له شادو من هنا مثلا، اختار الشادو اللي انا عايزه، بس الشادو انا عملته للبوردر، انا عايزه البيج بوردر الشادو اهو، اخترت الشادو اللي انا عايزه اهو. وصلت. متى ناس فهمت؟ بعد كده في حاجة اسمها الستايلز. ايه هو الستايلز؟ هو ايه المقصود بالكلير؟ انا مش فاهم سؤال حضرتك. اللي هو ده الكلير اول فورماتنج، حذف كل التنسيقات والتعديلات. ولا حضرتك تقصد حاجه تاني؟ تمام، اللي هو الشو والهيد. تمام، جيت عش اللي عامل شير سكرين يقفله، اللي عامل شير سكرين يقفله. هي معناها اللي هو ايه، بيظهر لك نهايه كل فقره. يعني انا خلصت الفقره دي، فهو معلم لك هنا علامه، معنى العلامه دي ان هي خلاص الفقره كده انتهت، دخل على الفقره اللي بعدها
اهو ظهرت العلامة دي. فبيقول لك ان انت نهايتك هنا، نهاية كل فقرة عندك هتكون هنا اهو الفقرة الثالثة، خدين بالكم الفقرة الرابعة وهذه الفقرة الخامسة، مع نهاية كل فقرة بيعمل لي الشكل ده. بنشيلها ازاي؟ بندوس عليها تاني، هي دوكت مظللة، لو بدوس عليها تاني هتتشال كلها. متى انا حددت الكلام ده؟ عايز اعمل له ستايل، اغير من هنا الستايل شكل الكلام، الناس واخده بالها اهو اشكالها بتتغير اهي. هذه مثلا ده عايز اغير شكله اهو، بغير شكل الكلام اللي هو الباراجراف نفسه في كذا ستايل، بقعد اغير زي ما انا عايز. ده بالنسبه للستايل، بالنسبه للستايل ناس لحظات معلش تخليها معايا دقيقة بس. نكمل. يبقى احنا كده اخدنا في قائمة هوم الكليب بورد والفونت والباراجراف والستايلز، هناخد الايديتنج اللي هو التعديلات. حلو كده. يعني انا مثلا عايز عندي ثلاث حاجات، فايند ريبليس سيلكت. عايز ابحث على كلمة داخل مستند ودوس على find حلو كده، فظهر لي مربع بحث، بكتب الكلمة اللي انا بدور عليها. يعني مثلا عايز ابحث على كلمة اسمها الجاليريز، لو جيت على دورت هتلاقيه هو عمل لك تظليل على الكلمة اللي انت دورت عليها، تظليل باللون الأصفر على الكلمة اللي انت دورت عليها اهو، ناس واخدة بالها. يبقى الفان بستفاد منها في ايه؟ ان انا ببحث على كلمة انا مش لاقيها او ايا كان، مثلا على اسم على اي حاجة ابحث عنها من فايند، بكتب الحاجة اللي انا ببحث عنها، ببحث مثلا على اسم اسم محمد اهو، جاب لي كلمة محمد اللي عندي. عايز اعمل استبدال، في كلمة عندي في المستند عايز اعمل لها استبدال من ريبليس، بيقول لي find what وريبليس with. يعني انت عايز تعمل استبدال لأي كلمة، كلمة محمد مثلا انا وجدت لك كلمة محمد، عايز استبدلها واحط مكانها مثلا كلمة مصطفى، بكتب في المربع اللي هو replace with وبدوس replace. لو عايز اغير مثلا
كلمه واحده بس، الكلمه اللي انا حددتها او الكلمه اللي انا مش عارفها، عايزه يعمل لي استبدال لكلمه محمد الموجوده عندي في الصفحه اللي انا فاتحها. لكن لو عايز اعمل استبدال لكل الكلمات الموجوده في المستند لكلمه محمد من replace all، بيقول لي all done we made one replace. احنا كده عملنا تغيير اهو، شال كلمه محمد وخلى مكانها كلمه مصطفى. شريط الشريط اللي عندي، شريط الادوات لو اختفى عندي من فوق خالص، في حاجه اسمها الريبون ديسبلاي اوبشن، بدوس عليها ظهرت لي قائمه. القائمه دي بيقول لك اوتو هايد ريبون، اللي هو اخفاء الشريط اللي فوق. بضغط عليها تاني، بدوس الشو تايب، بيظهر لي اللي هو شريط القوائم. لو عايز اظهر الادوات من شو تابس اند كومنتس، بعد يظهر لي شريط القوائم ويظهر لي شريط الادوات. عايز احذف صفحه هنعرفها من قائمه انسيرت، يا اما باجي مثلا، هذه انا انشات صفحه فاضيه عايز احذفها، بدوس على باك سبيس. باك سبيس اهو، افضل داس على باك سبيس لحد ما ادخل على الصفحه اللي بعدها. كده الصفحه اتحذفت تلقائي لوحدها. هنعرف ازاي نحذفها من قائمه انسيرت. ايه طب اللي عيده تاني؟ فاكرين يا بابا؟ تمام، هي 5 دقايق بس وهنخلص، 5 دقايق وهنخلص ان شاء الله، 5 دقايق وهنخلص. شريط القوائم والادوات اللي عندي، في حاجه فوق خالص جنب الاكس والمربع والماينس الصغير ده، في هنا حاجة اسمها الروبون ديسبلاي اوبشن، بدوس عليها وظهرت لي 3 أوامر. الأمر الأولاني اوتو هايد ريبون، لو عايز أخفي شريط القوائم وشريط الأدوات. لو عايز أظهر شريط القوائم بس من شو تابس، لو عايز أظهر الاتنين مع بعض من شو تابس أند كومندس. أنا بختار التالتة وكده ظهر عندي. وفايند هنا لو ببحث على كلمة عندي داخل المستند من فايند. ريبليس لو انا عايز استبدل الكلمه ده، انا بكتب الكلمه والكلمه اللي عايز استبدلها بيها، وادوس ريبليس اول. سيلكت اللي انا لو عايز احدد المستند بالكامل من سيلكت، بعد كده سيلكت اول. الباقي مش مهم عندي، انا عملت سيلكت اول. حلو كده، جيت انا حددت النص. وانا مش متفعله سيلكت بين لو عايز اعمل جزء معين، بس انا دايما اللي بختارها سيلكت اول، بحدد المستند بالكامل. يا اما المستند بحدده بالكامل من كنترول A، كنترول A. لو عايز احدد جزء معين كليك شمال واسحب كده انا بحدده، يا اما بضغط باجي في الاخر كده بضغط ضغطتين كليك شمال فكده عمل لي تحديد. تاني حذف الصفحة، عايز احذف صفحة انا، ادي انشأت صفحة، دي صفحة فاضية عايز احذفها. قلنا عن طريق ايه؟ شايفين المؤشر، بدوس على باك سبيس في الكيبورد، باك سبيس، افضل دايس باك سبيس كده حذف لي الصفحه. تاني اهو انا عندي تحت، لو الناس لاحظت تحت 5 صفحات اهو، في 5 عايز احذفها، احذف الصفحه اللي انا وقفت فيها، بدوس على باك سبيس اهو، باك سبيس، فكده بيجوا 4 صفحات. هنعرف ازاي برضو نحذفها من هنا. فكده احنا اخدنا التاب بتاع فايل والتاب بتاع هوم بالكامل. في
في حاجات أخيرة بالنسبة للمربعات الصغيرة من الجنب دي ممكن أفتحها، تظهر لي أوامر تانية. فتحت من اللي هو الفونت من تحت كنترول دي، بيظهر لي برضو نفس التنسيقات اللي عندي، يعني عادي فونت عادي شكل الخط. عايزه مثلا بولد، حجم الخط من هنا، الفونت كولر اللون، الاندرلاين الخط تحت الكلمة، تمام. من هنا مثلا بلعب في الاعدادات اللي انا كنت اصلا بجيبها من فين، كنت بجيبها من line and paragraph spacing، بختار line space option وبيظهر لي اللي انا عايزه اهي. عايز الستايلات تاني من هنا، ادي الستايلات كل الستايلات اللي عندي. فده كل اللي اخدناه في قائمة هوم. فكده اخدنا قائمة فايل وقائمة هوم. بإذن الله هبعت لكم تاسك المحاضرة النهاردة على جروب الواتس، تمام. التاسك فيه تطبيق لكل حاجة اخدناها النهاردة في محاضرة اليوم، تطبيق كامل لتاب فايل، هتبقى أسئلة والناس تجاوب عليها كملف وورد، وهتبعت الملف تبعته لي برايفت، أو هنعمل استمارة الناس ترفع عليها الملفات بتاعتها، تمام. الناس ما تنساش مع كل تاسك، يعني أي التاسكات الجاية كلها تكون تطبيق على برنامج الوورد، الناس تكتب اسمها ثلاثي على الملف نفسه من بره. احنا كده النهاردة انتهينا من محاضرة اليوم. لو حد عنده أي استفسار ممكن يتفضل. حد عنده أي استفسار بمناسبة محاضرة اليوم؟ برضو تسهيلا على الناس بالنسبة لوقت التسليم، انت معاك لحد قبل المحاضرة اللي جاية، قبل مثلا يوم السبت اللي جاي تكون مسلم التاسك بتاعك، تمام. بالنسبه للناس اللي عنده مثلا شغل، اللي معاه مثلا دراسه، فمتاح للناس ان هم يسلموا التاسك قبل ميعاد المحاضره الجايه، تمام. باشمهندس احمد حسام بعت لكم اللينك بتاع الحضور. معلش يا باشمهندس، ابعت لهم اللينك بتاع جروب الواتساب، الميعاد القادم هيكون يوم السبت الساعة 5، وبرضو هنناقش المواعيد دي على جروب الواتساب، المحاضرة الجاية يوم السبت، احنا بناخد محاضرة كل أسبوع، تمام. هنشوف بالنسبة للمواعيد بتاع يعني هنعمل استفتاء، هنشوف الميعاد المناسب مع الناس كلها، سواء الساعة 5 الساعة 7، فهنتناقش في المواعيد كلها على جروب الواتساب. الناس بس تسجل الحضور بتاعها. الناس ممكن تدخل على البوست المثبت على جروب الفيسبوك، هيلاقوا عليه لينك جروب الواتساب، تمام. او ممكن الناس تكلمني على تكلم باشمهندس احمد حسام، او تكلمني برايفت، تبعت لي على الرقم ده، تمام. ده الرقم بالكود، المصري. الباشمهندس احمد حسام بعت لكم اللينك الجروب بتاع الواتساب ولينك جروب الفيسبوك، تمام. تمام كده. الو، في حد بيتكلم؟ ايوه انا. السلام عليكم. السلام.
دكتور باشمهندس، انا حاليا لسه مسجل في الكورس ده بالظبط العصر، تمام، فما اعرفش رقم في الكشف، فهيكون يعني مشكلتي في الفورم عشان مكتوب رقمك في الكشف، فانا ما اعرفش رقم الصراحه يعني. الارقام اتحدثت يا باشمهندس وموجوده دلوقتي في البوست المثبت، هتلاقي اللينك، هتلاقي غالبا هتلاقي نفسك في تحديث واحد يعني، دلوقتي البوست المثبت اللي موجود في الجروب يعني موجود فيه رابط المكتبه، هتخش رابط المكتبه هتلاقي فايل مكتوب عليه ارقام الكشف او الاسماء وارقام الكشف، هتلاقي جواه ملفين، ملف فيه كبير حوالي 300 اسم 300 رقم، ده اللي كان مسجل لحد يوم الجمعه الساعه 10 بالليل، اللي سجل من بعد يوم الجمعه حتى الان موجود في الكشف الثاني كلمه تحديث الاسماء الجديده بس، واي حد موجود لو تمام ماشي يا باشمهندس يعرفني يعني دلوقتي. ما فيش بس غير الباشمهندس عبد الرحمن إيهاب، الباشمهندس عبد الرحمن إيهاب ده لسه مسجل دلوقتي عندي، فالرقم بتاع الباشمهندس عبد الرحمن إيهاب هيكون 336. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. لو سمحت انا سجلت وما تلاقيش اسمي في الكشف. في التحديث ولا في الكشف الاولاني؟ كله. طيب الباشمهندسة اسماء طلعت ابراهيم حسن؟ لا، اسماء محمد غندر. طب ممكن بس يا باشمهندس ابراهيم نبيل السيد محمد؟ هو بس يا جماعه انا عندي اكتر من 400 اسم، فمش من السهل ان انا اجيب نفس اسمك بالظبط، فيا ريت دايما يعني انا دلوقتي هبعت لكم المكان بتاع قائمه الكشف لو اي حد سجل، بس يا ريت هل اللي حضرتك سجلت فيه هو الفورم بتاع الكورس، الفورم اللي هو مش الحضور بتاع المره اللي فاتت، الغياب لسه ما نزلش. هو انا لما جبت اللينك اللي بيقول لما تقاسي اسمك تسجل فيه، قال لي لقد ساهمت فرد على هذا الكشف، هذا الفورم. حضرتك اكيد نزلت في كشف التحديث، بس انا ما تقاسي اسمك. هو كده يا باشمهندس التحديث ده الاسماء الجديدة، التحديث فيه الاسماء اللي صدرت من يوم الجمعة الساعة 10 بالليل لحد النهارده.